Kelebihan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mempunyai kelebihan apabila dibaca setiap malam. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang bermaksud, sesungguhnya surah dalam Al-Quran padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada seorang laki sehingga diampunkan. Ia adalah surah Al-Mulk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lantas beliau menemui Nabi SAW lalu berkata, yang bermaksud, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Maka jawab baginda, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari seksa kubur. Sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surah tersebut Al-Mani'ah, iaitu penghalang dari seksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh itu, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Mulk setiap malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم بهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا
في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.